الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جبنا لكم هذا السيارة الفيراري درجة أولى، حلوة جميلة جدا. طبعا مثل قمار سواق القطار، مثل ما يقولون شو اسمه 4K، هما يعني لما السوق يصير شكله 4K، يعني دقة عالية وما يشكل الكمبيوتر. زين عمري، صوته حلو. طبعا شو اسمه سيارة حاضرة كل شيء، بس تشتري بس الالوان، انت تبي تغير الالوان فقط. وهذا داخل يا شباب، هذا سيارة اسمه بورش، ملك السيارات يعني. هذا فيراري منافس، هذا كم سنة حلوة. يلا ابو بسام، يلا ودينا على البغداد على البتاوين شوية، سوينا فرة حلوة. نروح للسوق شوية. طبعا كان اريد اخلي تلفزيون بالداخل، بس والله ما اخلي شغل المونتاج تعبان شوية، صار لي يومين. الدركسيون ماله زين، شلون نرفع الدركسيون هذا؟ اي هذا ما يتحرك. ستوب، شوية نبعدها، نبعد شوية شو اسمه هذا، هيجي ايه شقد نمشي شباب؟ او 135، 140. او ستوب ستوب، عفوا ستوب يابا، ما وقف تناول. عندنا سيارات صغيرة أنا ما أنزلها، لأن متابعين مشاهدين قليل، قلت ما بركي متابعيني ما يحبوا، ما ليش أنزلها. وباكر إن شاء الله أنزل المحرك مال سيارة مرسيدس أكتلوس. أوكي، شباب 173 نحن نمشي، خلينا نوصلها على 200، لان نسبة السياقة اني 100 مضبوط يعني معترف اني. يلا اوصل على 200، 197، 199، 201، ما يهمني. طبعا انا بلعب بال شو اسمه بالماوس والكيبورد. شوف 203، روح you
تعالى، اشهد بالله سيارة خرافية. ايش قد يمسك الطريق شباب؟ كل السيارات الصغيرة اني اجربها، هذا يمسك الطريق. راح ستوب 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 ستوب، عافية. يلا تعالى هنا. السيارة الصغيرة بما لا الله معكم.